أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سافر بعض الدعاة إلى الله إلى بلاد الكفر واستقروا فيها، فإذا نوقشوا في ذلك قالوا: هاجر المسلمون إلى الحبشة وكانت بلاد كفر، وكان النجاشي يحميهم ويدافع عنهم في تلك البلاد، ونحن فيها لا نظلم، وهي أفضل من كثير من بلاد المسلمين، فهل هذا القول مقبول؟ هذا بحسب الأحوال. إذا كان البلد التي خرجوا منها يضايقون فيها على دينهم ويمتحنون على دينهم، ووجدوا بلادا يظهرون فيها دينهم ولا أحد يعارضهم، هم يهاجرون إليها ولو كانت بلاد كافرة إذا كانوا يقدرون على إظهار دينهم. نعم، النجاشي مكن المسلمين، مكنهم من الدعوة، حتى أنه هو رحمه الله أسلم بسبب دعوتهم له. نعم.